بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الرابع قسم علوم الحياة، أرحب بكم أجمل ترحيب في محاضرة جديدة من محاضرات تصنيف الفطريات للكورس الثاني. تتعلق محاضرتنا اليوم بتناول كلاس جديد من كلاسات الفطريات أو أصناف الفطريات، وهي الفطريات اللاقحية، والتي تصنف أحياناً بتحت الشعبة الفطرية اللاقحية زايغو مايكوتينا. والفطريات اللاقحية، في بداية موضوعنا نأخذ فكرة عن هذه المجموعة من الفطريات، فكرة عامة وكمدخل لموضوع هذا اليوم. الفطريات اللاقحية في بعض الأحيان تجمع الفطريات تتكاثر لا جنسيا بواسطة السبورات غير المتحركة، وهذه هي الصفة المهمة جدا في هذه المجموعة من الفطريات. سبق أن تناولنا أن كل مجموعة الفطريات الأخرى والأصناف اللي سبقت هي كانت أصناف تحتوي على سبورات متحركة زوسبورس، لأن هذه المجموعة من الفطريات لا تحتوي على سبورات متحركة أبلينوسبورز، وإنما ما تحتويه هو سبورات حافظية غير متحركة، عموما توجد في حوافظ سبورية، وهذه الحوافظ السبورية ما يميزها أنها قد تنطلق أحيانا بعنف، إلا أن الأكثر شيوعا هو انتشار السبورات بشكل سلبي بواسطة الرياح أو بواسطة المطر أو الحيوانات. يتم التكاثر عن طريق التحام الحوافظ المشيجية الجاميتانجيال كوبوليشن، وهذه طرق التكاثر الجنسي سبق أن أخذناها ومرت علينا في الكورس الأول، وهذه عادة تكون متماثلة. ما يميز هذه الحوافظ المشيجية أنها متماثلة، نواتجها يتكون سبور لاقحي زايغوسبور من الغزل الفطري من النوع المدمج الخلوي سينوسايتيك، وأيضا يحتوي الجدار الخلوي فيه على الكايتين. تضم تحت الشعبة هذه أو هذا الصنف، إذا أخذنا كتصنيف كصنف، صنفين، هما صنف الفطريات اللاقحية أو الزايغو مايسيتات تسمى زايغو مايسيتس، وصنف الترايكومايسيتات اللي هو ترايكومايسيتس. صنف الفطريات اللاقحية حقيقة يضم رتبتين اللي هي الميوكراليس والأنتوموفثوراليس، أو ما تسمى بالعربي بالأنتوموفثورالات، وهذه سبق أن مرت علينا في استخدام الفطريات كمصائد أو كمفترسات في الفصل الأول لبعض أنواع الدولابيات وبعض أنواع النيماتود والأميبا وغيرها. رتبة الميوكرالات بصورة عامة، دائمة الوجود في التربة وروث الحيوانات، وغالبا تنمو بصورة قمية. العدد قليل من هذه المجموعة يتطفل على النباتات على الحيوانات، وتتضمن مجموعة الأنتوموفثورالات عدد من طفيليات الحشرات، أيضا قد تتواجد فيها بعض الأشكال الرمية. أما حقيقة صنف الترايكومايسيتات فهو مجموعة غير معرفة أو معروفة الأصل، أغلبها يكون متطفل داخل القنوات الهضمية للمفصليات مثل أبو الألف قدم الميليبيدز ويرقات الحشرات. وهذه المجموعة من الفطريات سوف نكتفي بهذا القدر، ولا تعالج هذه المجموعة أكثر من ذلك. حقيقة ما يعرض أمامكم هو عدد من الصفات التي تميز هذا الجنس اللي هو زايغوميسيتس، واللي
تكلمنا عن بعض الصفات العامة بصورة عامة عن هذه الصفات بصورة سريعة. حقيقة رتبة الميوكرالات أو ما يسمى الميوكراليس اللي هي تختلف عن الفطريات اللي سبق ذكرها بالكامل بعدم احتوائها بصفة مهمة جدا، وهي بعدم احتوائها على سبورات وتتكاثر لا جنسيا بواسطة السبورات غير المتحركة التي تحمل عادة بصورة تنتج بكميات كبيرة بأعداد كبيرة، وعادة تحمل بصورة سلبية أي لا يبذل بها جهد من قبل الفطر في عملية نشر هذه السبورات، وإنما تحمل بواسطة الريح أو تنتشر برذاذ المطر أو الحشرات أو ما خالف ذلك من الحيوانات الأخرى. حقيقة تتواجد السبورات في العديد من هذه الأنواع اللي تعود إلى هذا الجنس، وغالبا تكون ضمن حوافظ سبورية كروية. هذه الحوافظ السبورية الكروية من أو بجزء مركزي بجزء مركزي يعرض بالعويمد الكوليوميلا، وإحنا ذكرنا في سبق أن ذكرنا في تعريفنا أنه العويمد هو أي جزء من الجسم التكاثري الذي لا يشارك في عملية إنتاج الوحدات التكاثرية كأن تكون السبورات. البعض من الحوافظ يحتوي عدد قليل من السبورات، الحوافظ اللي تحوي عدد قليل تعرف بالحويفظات أو تسمى بالسبرانجيولا، وهذه تنتشر كوحدة واحدة، بما معنى أن الحويفظة نفسها السبورية السبرانجيولا تعمل عمل السبور في عملية فصلها وانتقالها فقط، لا بعد ذلك أنه تنفتح وتنطمها في داخلها من السبورات، أو ما يعرف بالكونيدات. حقيقة إن ما يعرف بالكونيدات ما هو إلا انتشار لوحدات تكاثرية أحادية الخلية. يعني إذا نرجع إلى مبدأ تعريف الكونيدا، الكونيدا هي وحدة تكاثرية أحادية الخلية بالإمكان أن تنتشر وتنبت. لذلك عندما نقول أنه هذه الحويفظة السبرانجيولا تنتشر كوحدة واحدة نشبهها بذلك بالكونيدا. توجد بعض الحوافظ السبورية تكون عديمة العويمد، أو قد تكون السبورات اللي موجودة في داخلها مستفضة من كيس اسطواني. هذا الكيس الاسطواني يعرف بالميروسبورانجيوم، الميروسبورانجيوم، بسبب عدم تواجد هذا العويمد واصطفاف هذه السبورات في داخل هذا الكيس الأسطواني بشكل صف واحد أو صفين، غالبا تكون صف واحد، فسميت بالميروسبورانجيوم. التكاثر الجنسي لهذا النوع يكون من النوع الإخصاب المتبادل الكونجوجيشن، ويجري فيه التحام بين حوافظ المشيجية تكون عادة متساوية ومشتقة من نهاية الفروع. في النهاية تكون ما يسمى بالسبور اللاقح المحتوي على الثآليل. عائلة الميوكراسي الحقيقة هم مجموعة من الفطريات، هذه اللي تكلمنا اللي تنتج في حوافظ سبورية ذات عويمد كوليوميلا، وغالبا تكون الكوليوميلا تشبه القبة الدوم شيب اللي غالبا تكون مقوسة، وسنأتي على ذكرها بشكل تفصيلي. العائلة الميوكراسي حقيقة أفراد هذه العائلة تكون
واسعة الانتشار في التربة، في روث الحيوانات، على المواد العضوية الرطبة حديثة الملامسة للتربة، وهي رمية المعيشة على الأغلب. كل مجموعة العائلة الميكريسي هي رمية المعيشة على الأغلب، وتلعب دور هام في عملية الاستعمار المبكر للمواد في التربة. ماذا نعني بذلك؟ نعني أنه هناك ما يسمى بالتدرج الحياتي، أو بتعبير آخر، من بالإمكان أن يظهر أولا من الفطريات ليستعمر المنطقة الغنية بالمادة العضوية. غالبا هي كل الفطريات اللي تكون سريعة النمو والتي لا تستطيع أن تقاوم بقية أنواع الفطريات في حالة النمو. لذلك يبدأ الفطر رايزوباس هو من أنواع الفطريات التي تستعمر التربة بشكل مبكر، إلا أنها في بعض الأحيان بالرغم من معيشتها رمية قد تسلك أحيانا سلوك طفيلي، يعني تعيش بشكل متطفلات على الأنسجة النباتية. مثال ذلك الرايزوباس ستولينيفيرز أو النيجريكانس اللي اللي يسبب تعفن البطاطا الحلوة، وأحيانا يسبب ما يسمى بالتعفن الطري على الطماطم وغيرها. هذه المجموعة من الفطريات كذلك قد تسبب أمراض فطرية للحيوانات والإنسان، تعرف بمجموعة من الأمراض اللي هي الميوكورمايكوسيز، وهي حالات على الأغلب تلاحظ في مرضى داء السكر، مرضى اللوكيميا والسرطان، وقد تكون مواضع الإصابة أحيانا محددة في الدماغ أو الرئتين أو الأعضاء الأخرى. هذه المجموعة من الفطريات أو العائلة تضم جنسين، أهم جنسين اللي هما الميوكار والرايزوباس، اللي يسببون أحيانا تلف للخبز والأغذية الأخرى وغيرها، ويسمى عفن الخبز اشتقاقا من هذه الإصابات أو التعفنات التي تحدث والتلف اللي يحدث للخبز والأغذية. بعض أنواعها مثل الميوكار روزي تستخدم صناعيا في تحويل النشا الى سكر قبل تخمره الى كحول من قبل الخمائر الاخرى، وذلك بسبب عدم احتوائها الخمائر على انزيمات محلله للنشا لتبدا بعمليه تحليلها. حقيقه الرايزوباس من اهم افراد العائله الميوكريسي، ويعتبر الجنس الممثل لهذه المجموعه من الفطريات. الرايزوباس قد نشاهد له اسمين، الاسم الاول هو الرايزوباس ستولينيفيرز، وسنأتي على ذكر سبب تسميته بهذا الاسم ستولينيفيرز، والرايزوباس نيجريكانس الاسم الثاني ساينونيم نيجريكانس بسبب كون الجنس البري لهذه المجموعة من الفطريات يكون ذات لون أسود. السبورات المتكونة أو الزايغوسبور المتكون في النهاية هو بلون أسود، لذلك سميه نيجريكانس، وغالبا معروف المتعارف عليه مسبب عفن الخبز الواتر مولز. أنواع أخرى قد تكون طفيلية تكلمنا عنها، قد تسبب تعفن الطري الفواكه اللي هي السوفت روت أو الفروت and vegetable أثناء عملية الخزن والتسويق، وغالبا هذه تستفاد في عملية تطفلها على هذه المنتجات الغذائية سواء كانت الخضروات أو غيرها من الجروح والخدوش اللي تحدث أثناء عملية جني هذه المحاصيل وعملية التسويق وغيرها، فتستفاد من هذه الجروح في أسطح هذه المنتجات لعملية الدخول وعملية التطفل و تسبيب ما يسمى بالتعفن الطري للفواكه والخضار. ذكرنا أنه قد بعضها يستخدم في تصنيع الكحول، أعداد من أدها أيضا قد تستخدم في الحوامض العضوية مثل رايزوباس أو رايزا اللي يصنعون من عنده أنواع الكحولات.
الفطر رايزوباس كمثال على استخدامه في عملية تصنيع الحوامض السينسنز، والفطر النودوسوس رايزوباس نودوسوس، هذول قادرين على إنتاج كميات كبيرة من حامض اللاكتيك. الاسبورات. الظروف الدقيقة الحقيقة اللازمة لإنبات سبور اللاقحي غير معروفة بصورة كاملة لحد الآن. بالإمكان حقيقة بالإمكان إكثار هذه المجموعة من الفطريات بسبب كونها من الفطريات الرمية على الأوساط الزرعية الموجودة الاعتيادية أو الصناعية الموجودة في المختبر. البليت التالي يظهر لنا مصورات لتسلسل عملية التكاثر الجنسي اللي تبدأ بتكوين الايرلي برو جاميتانجيام، وهي تكون هذه الحوافظ عفوا الاطراف الخلايا واطراف الخيوط الهايفات الصولجانية الشكل، ومن ثم اندماجها. هاي ايضا شكل اخر للبرو جاميتانجيام، لاحظ بدء عملية الاندماج، ومن ثم الايرلي جاميتانجيام وتكون الحواجز اللي تفصل هذه الحوافظ المشيجية عن بقية الخيوط الفطرية كما موجود في الفايكومايسيز، إضافة إلى تكون قلنا في المرحلة الأخرى تكوين الجاميتانجيا. وهنا نلاحظ وجود السسبنسر، وجود حواجز إضافية اللي هي يعرف بالسسبنسر. ثم يبدأ بعملية تشقق وذوبان هذا الجدار الوسطي واندماج هذه المجموعة أو هاتين الخليتين الأنوية في سيتوبلازم واحد. وهنا نلاحظ أيضا وجود هذا السسبنسر ووجود الجاميتانجيام الداخلية إلى الداخل، ومسمى بالبلازموغامي تحدث عملية الاندواج. وهذه صورة لفطر الرايزوباس للزايغوسبور والزايغوسبورانجيوم النهائية التي تكونت للفطر رايزوباس. هذا ما أردنا أن نذكره بالنسبة لهذه المجموعة من الفطريات، ونتناول إن شاء الله في المحاضرة القادمة ندخل إلى صنف آخر وجديد من الفطريات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أيضا قبل أن ننهي محاضرتنا مجموعة أيضا من الصور للمجهر الإلكتروني للبرو جاميتانجيام، ونلاحظ في هذه الصورة واضحة جدا هذه الجاميتانجيات، وهذا هو ما نقصد بالسسبنسر اللي هو يفصل الجاميتانجيات بحواجز أخرى عن الخيط الفطري، وهذا هو الحاجز الوسطي ما بين الجاميتانجيات اللي بعد ذلك سوف يذوب، ومن ثم تندمج محتويات الحافظتين. ونلاحظ أن هنا الحافظتين متشابهتين، حوافظ المشيجية هنا متشابهة من نوع الأيزو. صور إلكترونية أيضا لبدء تكوين الثآليل وتكوين الماتشور زايغوسبور إلى أن تكمل عملية تكوين هذه الثآليل وتكون هذا الزايغوسبور المتكامل. وهذه هي صور المنشار الإلكتروني لمقاطع مأخوذة لهذه المجموعة من الزايغوسبور. نأخذ إلى مجموعة أخرى من الأوردر اللي هو الانتوموفثوراليس اللي يعود إلى مجموعة الزايغومايسيتس أو كلاس الزايغومايسيتس، وهو يضم مجموعة من الفطريات المتطفلة عموما على الحشرات،
وعلى بقايا الحيوانات والضفادع والسحالي، وهذا سبق أن أخذناه في الكورس الأول في موضوع الفطريات المفترسة. عموما النوع بازيديوبولا سرانارام يتطفل بصورة رئيسية على الإنسان ويسبب أمراض خطيرة. أشهر أنواعها هو فطر الانتموفثورا موسي اللي راح نتكلم عنه بصورة سريعة، اللي يتطفل بصورة رئيسية على الذباب المنزلي، ولذلك سمي موسي، والذي يسمى لذلك بفطر الذباب الفلاي فانجاس. على العموم هذه المجموعة من الفطريات تختلف عن الفطريات الزايغومايسيتس الرايزوباس والميوكار اللي تمتاز عموما بسرعة نموها والكثافة الغزل الفطري المنتج، لأنه هذه المجموعة من الفطريات تمتلك غزل فطري ضعيف التكوين بخلاف ما تمتلكه مجموعة الميوكارالات. على العموم تتكون حواجز تفصل الخيط الفطري إلى أجزاء، هذه الأجزاء تسمى بالأجسام الخيطية الفطرية الهايفال باديز. هذه الهايفال باديز هي التي تدخل في عمليات التكاثر الجنسية واللا جنسية للفطر، أي أنه مو كل الخيط الفطري يدخل في عملية التكاثر الجنسي أو اللا جنسي، وإنما هناك أجزاء محددة. بالرغم من أنه هذه الفطريات هي سينوسايتيك، إلا أنه نلاحظ هنا تتكون حواجز تفصل الخيوط الفطرية إلى أجزاء. لذلك بعض المصادر قد تذكر أنه هذه المجموعة من الفطريات تتكون فيها حواجز بشكل قليل، والمقصود بهذه العبارة إلى أنه هذه المجاميع قد تتكون في بعض الأنواع من الفطريات وبعض الرتب من الفطريات التي تعود إلى هذا الصنف، تتكون بها مثل هذه الحواجز بالأخص اللي تفصل الأجسام التكاثرية. وأن سبق أن ذكرنا وعرجنا على هذه الفكرة أنه مجموعة الفطريات التي لا تحتوي حواجز قد تتكون فيها حواجز كاذبة سيدو سبتم، اللي هي سميت كاذبة لأنها لا تتكون من أصل تكوين الجدار. تتكون هذه الحواجز لفصل أو في حالة تكوين الأجسام التكاثرية قد ما تفصل مثلا الأوغونيوم أو الأنثريديوم أو تفصل خلية معينة جنسية potentially sexual cell اللي هي خلية ثابتة. هذه تتكون حواجز في هذه الأحوال، أو في حال وجود هناك كسر أو جرح في الخيط الفطري ولمنع انسياب وتسرب المادة السيتوبلازمية وخسارتها يتكون حاجز يمنع عملية تكوين أو هذا التكاثر. على العموم بالرغم من أنه هذه الفطريات الغزل الفطري بها ضعيف، لكنها تكون حقيقة حوامل كونيدية سميكة تطلق من أطرافها الكونيدات، وهنا ينطلق بصورة عنيفة. احنا في بداية محاضرتنا قلنا قد تكون البعض لها إطلاقات عنيفة أو تطلق سبوراتها بقوة ولا تتركها لعملية الانسياب بواسطة الرياح أو الحشرات أو المياه وغيرها. كونيداتها تكون كبيرة الحجم وغالبا عديدة الأنوية وحيدة السبور، يعني الحويفظات، تتكون من الحويفظات. التكاثر الجنسي حقيقة يتم بواسطة الجاميتانجيال كوبيليشن، اللي قد تكون عبارة عن خلايا فطرية أو أجسام من النوع الهايفال باديز اللي عرجنا على ذكرها قبل قليل. إذا نأخذ جنس الانتوموفثوراليس حقيقة، هذا الجنس معروف يتطفل على الذباب ويسمى الفلاي فانجس. يعاني الذباب المصاب بالخمول والحركة نتيجة الإصابة بواسطة هذه الفطريات، وغالبا نلقى لاصق على الزجاج أو النوافذ أو في زوايا البوب أو في زوايا الشبابيك، المخازن المتروكة المتربة غير المغسولة. ممكن نجد مثل هذه الحشرات
باقية لاصقة في هذه الأماكن، وغالبا تكون محاطة بكمية من الكونيدات البيضاء التي بهالة بيضاء من الكونيدات بأعداد كبيرة. حقيقة هذه الكونيدات تقذف من طرف حواملها، وهذه ميزة مهمة جدا لهذه الفطريات. تقوم بقذف هذه الكونيدات، تلتصق هذه الكونيدات بأجسام عوائلها سواء كان ذباب، إذا تكلمنا عن الانتوموفثورالس موسي، وغالبا تلتصق بها، تبدأ بتكوين جيرمتيوب. جيرمتيوب يبدأ بثقب الغلاف الكيتيني اللي موجود للحشرة، ومن ثم الدخول إلى داخل الحشرة. هذه الحقيقة فطريات من الفطريات المحبة للدهون، ولذلك تبدأ بعملية لايبوفيليك فانجاي، تبدأ بعملية استهلاك المادة الداخلية اللي هي الحشرة، ثم تبدأ الحشرة في البداية تبدأ بعملية بأن تكون مشلولة paralyzed، ومن ثم تبدأ تثبت في مكانها، وتبدأ بالفطر في داخل هذه الحشرة باستنفاذ المادة الداخلية للحشرة، ومن ثم يبزغ من خلال فتحات الحلقات الصدرية أو الحلقات البطنية، ويكون حصيرة من الخيوط الفطرية التي تحمل كونيدات، ومن ثم حوامل كونيدية، ومن ثم تبدأ تقذف هذه الحوامل الكونيدية بعيدا عن حواملها، غالبا تكون لمسافات سنتيمترات عديدة. اللي يساعد على ذلك وجود تركيب عدسي مثل ما موجود في الشكل الذي أمامكم، تركيب عدسي إلى أسفل الكونيديا والسبورانجيوم، الاسبورانجيوم اللي موجود، ومن ثم تبدأ بعد انتفاخها مملوءة بالماء، الضغط المتولد الموجود في داخلها يؤدي إلى انفجارها، ومن ثم قذفها إلى الخارج. هذه ميزة تنفرد بها هذه الفطريات. هذه الكونيدات تكون حاوية على مادة لزجة تساعد على عملية التصاقها في الحشرة اللي هي الذباب أو حشرات أخرى، ومن ثم تبدي بعملية التطفل وإعادة دورة الحياة مرة